معانا ليلى طاهر كمان احدى الضحايا. مدام ليلى مساء الخير. مساء النور يا فندم. قولي لي بقى انت عرفتي الابلكيشن دي منين؟ من عن طريق الفيسبوك، كان دايما لينكات بتنزل ودعاية كتير، والموضوع كان مغري. كنت كل ما ادخل اي موقع الاقي دعاية ليه، فيسبوك واتس بتاع دوت يوتيوب، اي مكان كنت بلاقي دعاية ليه. تمام. في حد من صحابك كمان مثلا، قرايبك؟ صحابي كلهم اشتركوا عن طريقي انا، من كتر برضو ما بقيت اعمل دعاية، لان هم اتقلنا ان اكتر ربح بيجي من ربح الفريق، ففايدة ليكوا اكتر وبتاع. وكنت كل ما مسحب مثلا مبلغ، لان في البداية كانت الفلوس بتوصل، كنا اول لما اشتركت باقل مبلغ اللي هو قال 200 جنيه، بعد كده 1600 اسحب، الفلوس بتوصل. ما يعني بتكملش انتي ربع ساعة. اشتركتي ب 200 جنيه اشتريتي آلة من آلات تصنيع البيتكوين، صح؟ انا اصلا ما كنتش اعرف يعني ايه تعدين، وانا اعرف الحاجات دي، كل اللي انا اعرفه ان فلوس بياخدوها بيشغلوها لنا وبناخد عليها ربح. ما عرفت اصلا ايه ان ده الربح بقى؟ ممنوع كنت كمان. بتاخدي كام بقى؟ تدفعي 200 جنيه تاخدي كام؟ ال 200 جنيه بعد 20 يوم يبقوا 400، ده اقل آلة موجودة. ال 1600 في خلال 3 شهور و10 ايام، يعني 100 يوم، 8000 جنيه. لا الموضوع مغري، وانت عارفه ظروف البلد والحاله اللي احنا طبعا. فيها، بس فطبعا ما قلقتيش يا مدام ليلى، ما قلقتيش انه مثلا انت سامعه على حاجات كتيره وقصص نصب كتيره، ما قلقتيش ان ده ممكن ما هو يكون؟ انا الاول لما اشتركت ب 200 جنيه، معلش يعني قلت نجرب. بنصرفها في كافيه، معلش يعني اللي هو قلت يعني هجرب بيها، لو خسرتها ربنا يعوض عليا. اعلى كسبت المبلغ اللي حطيتيه بقى في الاخر وقفلوا الابليكيشن كان كام؟ 8000. 8000. يعني انا مشتركه في جميع الالات، جميع الالات يعني، هي كانت انا مشتركه في ام 16 وام 8 وام 6 هو انت عارفه يعني ايه بيتكوين وام ويعني 4. ايه عمله مشفره وكده ولا؟ ما كنتش اعرف الكلام ده خالص، عرفته بقى بعد ما اتقفل، لان سمعت كلام كتير. لا ده الحكومه اللي قبضت عليهم، هم ما كانوش ناويين ينصبوا، ده الحكومه اللي قبضت عليهم بس على طب ليه قبضوا عليهم؟ مش ده شغل. لا يا حبيبتي الحاجات دي ممنوعه. ابتديت يعني هي افهم بقى. المشكلة هما ما كانوش هينصبوا. يا ربي أنا كأني بسمع كلام توظيف الأموال بتاع الثمانينات، كأنه هما كانوا شغالين لولا بس الحكومة اللي دخلت قطعت عيش الناس وقبضت عليهم. ده اللي انا سمعته، انا ما اعرفش اصلا. طب انا بعد كده فهمت ليه اصلا، لو الحكومه حتى فهمت ان ده ممنوع، انا ما كنتش اعرف ان التعدين ممنوع اصلا في مصر. ده اللي انا هو عرفته مش بعدين. التعدين، هو البيتكوين، التجارة في البيتكوين لسه غير مقننة، في العملات المشابهة لسه غير مقننة، هي موجودة في بلاد تانية بصي بس لو لسه غير هقول لك مقننة. انا واللي حواليا او اللي تبعي بالخصوص يعني عامه، اشتركنا ان احنا يدخل لنا ربح، ده كان كل هدفنا، كان كل كم؟ هدفنا ان دي شيء بياخدوا فلوسنا يشغلوها ويدونا عليها ارباح. جربنا وكل فريق، انا كان عندي فريق مكون من 110 110. 110 دفعوا كام بقى ال 110 دول تقريبا؟ انا عندي صديقي خسران هو 8000، لان هو كان بيسحب اول باول وكان بيشتري بالارباح. باباه داخل ب 50000 خسرهم، عمه 35، صاحبه 42، بقيه الفريق اللي تحتيه كله 16 و8 و1600 والكلام ده كله. الفريق بتاعه كله كان لسه بيتكون جديد، يعني مش زي انتوا داخله. بتعملوا جروبس، بتعملوا جمعيه فريق؟ اللي هو اصلا كنا كل ما بنسحب في البدايه، يعني لما كان بسحب الاول 130 جنيه 140 جنيه حاجات رمزيه، تقول لي نزليها اشترينا على الواتساب علشان تعملي فريق واصحابك يتشجعوا ويشتركوا معاكي وكده. فكنت بعمل كده بالفعل. اصحابي ايوه بقى انت فاهمه انت الدماغ دي بقى ومنين والكلام ده، بحكي لهم طب احنا عايزين نشترك، اقول لهم ابنصحهم اللي يشترك ب 200 جنيه كتجربه. كانوا عاملين حاجه اسمها ضريبه، يعني 15% لو هتسحبي في الايام العاديه على طول الشهر، 15% ضريبه. اقول لهم اسحبوا بالضريبه، بمعنى لو الاله بتدخل لكم 80 جنيه في اليوم قدروها بتدخل لكم 65 70 جنيه في اليوم بس، واسحبوا مش مهم، ما تستنوش لاخر الشهر. ليه كده؟ في خوف ان ممكن مخليين اول الشهر دوت واخر الشهر ان هي تقفل،
انت مش واثقه فيها. اقول لهم ده احنا حاطين فلوسنا على النت، احنا حاطين فلوسنا على النت مش في بنك علشان خاطر ابقى واثقه فيهم، وناس ما شفتهمش ولا سمعت صوتهم. طب ما لهمش اي حد، ما تعرفيش فيهم اي حد من اللي بيشتغلوا؟ ما لهمش مكتب؟ ما لهمش اي حاجه؟ لا ما عرفت اي حاجه. انا اللينك جبته من على الفيسبوك، ولما اشتركت والكلام ده كله قعدت بقى اسال. دخلوني في جروب، ظهرت لنا واحده اسمها مايا بتتكلم هناك، وكانت مفهمانا ان هي امريكيه. دخلت لي بقى لما انا سحبت الفلوس، كان اول كلام معايا طبعا بيظهر عندها السحب او هي تمام، اللي هي مش بقى. عايزاكي بقى تسحبي؟ لا، لما انا بسحب وكده راحت داخله عشان تشجعني اعمل فريق. قالت لي خدي لقطات شاشه ونزليها ستوريز على الواتساب علشان صحابك يشتركوا معاكي. قلت تمام. قالت وقعدت تبعت لي حاجات كده عن طيب. الفي اي بي بتاعك، وكل ما تعليه تقدري تستفيدي من ارباح الفريق اكتر. طيب. انا في الاول كان في اي بي زيرو، لقيت صحابي اللي تحتيه بقوا في اي بي 7 و8 او بتاع ده 6 و5، فطبعا انا ما باخدش منهم كده ارباح فريق، اضطريت ان انا اعلي انا كمان احط فلوس. حطيت فلوس، الموقع قفل. يعني كان اخر مبلغ حطاه 8000 جنيه والمبلغ وفجأة صحيتي لقيت الموقع مش موجود. لا مش فجأة صحيت، هو يوم 27 دوت الرصيد فبراير. المفروض بيوصل خلال 24 ساعة، أنا عمري ما الرصيد اتأخر عندي أكتر من 6 ساعات، يعني هو في العادي بيوصل خلال 24 ساعة، مرة يوصل بعد ربع ساعة، بعد ثلث ساعة، بعد ساعتين، بعد 3، المهم أقصى حاجة ال 6 ساعات. اليوم دوت ما وصلش 24 ساعة وما وصلش، ولقيت شكاوي من ناس كتير مش مني لوحدي، والكل بيتكلم في الجروبات. فاللي هو طب ازاي، طب ليه ما بيوصلش الرصيد؟ ابتدينا نشتكي، قالت علشان في ضغط والمحافظ بتاعت فودافون مملية، هيوصل بعد 48 ساعة. اتصلنا بشركة فودافون، قالت ما عندناش أي مشكلة، ما فيش مشكلة من عندنا. ناس كتير صحابي اتصلوا بشركه فودافون اكدوا نفس الكلام ان مفيش مشكله في شركه فودافون. ابتدينا نهاجمها، ليه الفلوس ما بتوصلش، مش عارفه ايه الكلام ده، ما فيش برضه بقت. طب عرفتي منين انها قصه نصب وان فلوسك راحت للاسف؟ لما طبعا كل ما نقول لها على الفلوس تقول براجعها وبراجعها ومش عارفه ايه والكلام ده. وبعدين عملت حاجه اسمها صناديق كده، اللي هو تحطي معرفش 200 دولار تاخديهم 200 دولار في ساعتها، وبعد 5 ايام تاخدي لك 20,000، فطبعا حاجه وهميه فاهمه. فقلت لهم لا، انا كده قلقت وابتديت اقلق، وحضرت اصحابي كلهم محدش يشتريها، وانا نفسي ما اشتريتهاش. نعم. طب ليلى، ليلى هتقدمي بلاغ؟ انا اصحابي كلهم راحوا عشان يقدموا، او نصهم يعني مش كلهم، الكل يقول لهم طب تعالوا تاني، طب ماشي هنبقى نعمل محضر، وما فيش محضر بيتعمل. لا 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 لا، روحي قدموا، خليهم يروحوا يقدموا بلاغ دلوقتي، العصابه دي اتقبض عليها، ولازم يبقى في بلاغات كتيره، لانه اللي موجود ان هم جمعوا 19 مليون هم بس. بالتاكيد كده اتقبض عليهم بالفعل؟ اتقبض عليهم. تمام، مش لان انا سمعت كلام من الناس اشكال والوان بصراحه، فما كنتش لا 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 لا، الكلام ده اتقبض عليهم يا ليلى، وبيتحقق معاهم في النيابه دلوقتي خلاص. طب وهي الفلوس ممكن ترجع ولا كده خلاص؟ ما اعرفش بقى، هم طبعا لقوا معاهم فلوس، بس لقوا معاهم مثلا ارقام مش كبيره، لقوا معاهم اعتقد 600,000 جنيه، يعني حاجه مش يعني. لا وهم يبقى كده جمعوا، مقبضوش على كل العصابه، جمعوا ملايين الملايين، وغالبا الفلوس دي هم بقى بيوصلوا فلوسهم بره اول باول، بالظبط بقى كده، بيحولوها بره. بالظبط كده، فلازم تقدمي بلاغ عشان كمان يتم تعقب ده بره، ويبقى فيه تعقب، فلازم انت واصحابك تقدموا بلاغ. شكرا استاذه ليلى. تقولي ايه للناس طيب يا ليلى عشان ما يوقعوش في المشكله دي تاني؟ خلاص يا ما فيش ثقه خلاص، ده احنا لو شغالين في محل ملابس بنبقى مستنيين اول شهر يجي، وبنبقى واثقين ان احنا هناخد مرتبنا كمان لو حصل حاجه او اتخانقنا معاه. لا خليك على ارض الواقع، فكك من النت ده خالص بقى، كلام فاضي. شكرا ليلى طاهر، احدى ضحايا تطبيق هوك بول.